رئيس السيسي يهني بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لروسيا ويشيد بالعلاقات التاريخية بين الدولتين. مدبولي يؤكد أن حزمة البنك الدولي التمويلية لمصر تدعم مواصلة جهود تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. الصحة الفلسطينية تعلن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر في غزة خلال 24 ساعة الماضية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نسرين فؤاد. أهلا بك نسرين. أهلا بك ميرفت. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد رئيس السيسي في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وخلال برقية التهنئة تقدم جبالي للرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة ولشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، والذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري ويؤكد دائما قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلا بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن تلك الذكرى تحقق النصر أو تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري جسد رمزا للقيم الخالدة للأمة العربية، قيم العزم والإصرار على النصر. فعبر جيشها الباسل قناة السويس وحطم خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية بدماء أبطاله البواسر خالدي الذكر، فصار ذلك العبور يوما مشهودا خالدا، حق لكل المصريين الاحتفال فخرا به كل عام، ليستلهم منه المصريون جيلا بعد جيل قيم التضحية والفداء في الذود عن تراب وطننا الغالي ومقدرات شعبنا العظيم. تحتفل مصر في 19 من مارس من كل عام بذكرى استرداد طابة آخر شبر في أراضي سيناء في أعقاب معركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة لتؤكد أحقيتها في تلك الأراضي. المزيد في العرض التالي.
تقدم رئيس المجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات لهذه الأمة في تاريخها الحديث. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة تطرق مدبولي إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشاد بالنتائج المهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، كما أشار إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. هذا اعتبر مدبولي تعديل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية نظرتها المستقبلية لمصر في مستقرة أو من مستقرة إلى إيجابية، تعد مؤشرا إيجابيا جديدا يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة وأننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شددت على أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقا للجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسميا للعام الدراسي الحالي دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو من عام 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 من يونيو من نفس العام. في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد بإجمالي متوسط تكلفة تزيد على 1,800,000,000 جنيه. هذا وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة إلى القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. تشارك مؤسسة صناع الخير في جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024 لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
واستمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية، تسعى مؤسسة صناع الحياة للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة ودائما. مزيد في العرض التالي. كما تشارك الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية في جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024 لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. جهود حثيثة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ربوع الجمهورية، حيث قدم من خلال مؤسساته وأماناته مساهمات ضخمة في موسم رمضان الحالي. المزيد عن تلك الجهود يستعرضه لنا الزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسعيه دائما للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، قدم التحالف مساهمات من خلال مؤسسات وأمانات المحافظات في الموسم الرمضاني الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. ونجح التحالف الوطني في تنفيذ مساهمات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 1,805,000,000 جنيه، لإجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية بلغ 19,841,000 شخص. وتضمنت توزيعات المؤسسات 1,752,000 كرتونة غذائية رمضانية، بالإضافة إلى توزيع اللحوم بإجمالي 1,236 طن لحوم لنحو 1,365,000 مستفيد، بجانب توزيع وجبات ساخنة بإجمالي 10,813,000 وجبة، فضلا عن توزيع كروت وكوبونات مساعدات لنحو 203,000 مستفيد بتكلفة بلغت 81,200,000 جنيه. توزيعات المؤسسة تضمنت 6,000
قطعة ملابس ل3000 مستفيد بتكلفة بلغت 2,100,000 جنيه، وحصول 178,120 مستفيد على إعانات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 35,624,000 جنيه، فضلا عن استمرار القوافل الطبية طوال شهر رمضان والإعداد لإقامة بعض الفعاليات والمسابقات الرمضانية. وفي الوقت نفسه قامت الأمانات بعدد من التوزيعات التي تضمنت 72,600 كرتونة رمضانية و106,900 وجبة ساخنة فطار وسحور بتكلفة بلغت 10,690,000 جنيه، بجانب إقامة 13 منفذا لبيع السلع المخفضة وإقامة موائد رحمن في العديد من المحافظات، مع توزيع 2,000 قطعة ملابس ل1,500 مستفيد، فضلا عن التبرع بثلاثة أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. شكرا لكم على طيب المتابعة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. هو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. تؤكد مصر دوما أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، وتشدد على ضرورة استئناف التمويل الدولي المقدم للوكالة. المزيد عن الدور المصري الداعم للأنروا في العرض التالي، والزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، صارعت مصر بتقديم العون والمساعدة على الأصعدة كافة، كما قدمت مصر دعما غير محدود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. الدعم المصري جاء إيمانا بالدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تخفيف وطأة الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر من العام الماضي. كما أكدت مصر مرارا على ضرورة دعم الوكالة للقيام بدورها وواجبها في مساعدة المدنيين الفلسطينيين. وزير الخارجية سامح شكري استنكر تشويه وكالة أونروا ووقف بعض الدول تمويلها للوكالة نتيجة لبعض الاتهامات، كما شدد على ضرورة عدم تشويه مصداقية 40,000 من الموظفين بالوكالة التي عملت لعقود طويلة لدعم الفلسطينيين، ليس فقط في فترة الأزمة ولكن أيضا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن والمناطق المختلفة. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام ولاية أونروا من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أي أفعال فردية لتقييد عمل الأونروا غير مقبولة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في إيصال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة في هذه الفترة الكارثية التي يشهدها القطاع، كما أكد دعم القاهرة الكامل لوكالة أونروا ومفوضها العام. وفي الوقت نفسه استنكر وزير الخارجية قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول مفوض الأونروا فليب لازاريني إلى مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة غير مسبوقة تجاه مسؤول كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة أن يتم منع دخوله للإطلاع بمسؤوليته. وفي الأثناء أعرب المفوض العام للأونروا فليب لازاريني عن شكره لمصر
لدعمها القوي للوكالة الأممية وللدور الذي تقوم به القاهرة في حل الأزمة التي يشهدها قطاع غزة والتي وصفها بأنها كارثة غير عادية بالنظر للعدد الكبير من المدنيين الذين فقدوا حياتهم بما فيهم الأطفال والنساء بالإضافة إلى المجاعة التي تلوح في الأفق وتهدد من بقي على قيد الحياة. مفوض الأونروا أكد أيضا أن الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا خلال الحرب الجارية في غزة، حيث إنه بالإضافة إلى موظف الأونروا الذين قتلوا فإن هناك 150 من المنشآت التابعة للأمم المتحدة تم تدميرها تماما ومقتل أكثر من 400 شخص من الأمم المتحدة أثناء سعيهم للحصول على الحماية، فضلا عن إصابة نحو 1000 آخرين. مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا حول الدعم المصري لوكالة أونروا. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. هذا يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. واصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة حياة كريمة أحد أعضاء التحالف في تجهيز وتعبئة عبوات مواد غذائية في مدرسة إبدأ الوطني للعلوم التقنية بمدينة بدر، والتي تتبع المؤسسة في إطار جهود التحالف لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي المصري. حاجة بجد مشرفة جدا. أولا احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، بلس ان حياة كريمة زي ما حضرتك عارف خلاص دخلت كل بيت زي ما بنقول، فان هي تبقى مشاركة معانا النهاردة في مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية طبعا شيء جميل جدا، ومش قادرة أوصف لحضرتك مدى سعادة الولاد عندي في المدرسة بجد، حاجة جميلة جميلة. حتى وهم كمان بيعملوا الكراسين كل كلامهم يعني الحاجات دي فعلا هتروح لغزة، فبجد حاجة رائعة، والولاد بجد حاسة ان لا بيعملوا شيء مهم وهم حاسين بده. طبعا هو احساس جميل جدا وشعور نبيل، لان احنا طبعا وضحنا للولاد ان هو مش بس التعاون ما بين اشقائنا العرب في اي مكان، لا ده كمان احنا بنعلمكم ان التعاون ده يكون في محيطك انت، محيطك كطالب معاك، بنعلمكم وبنبث فيكم الحته دي ان انا مش في كل المواقف هبقى يعني الدنيا كويسه معايا، لو حصل لي اي ظرف لازم طبعا الاقي حد يسندني، فبنعلمهم برضو ان الحته دي حتى والولاد برضو شغالين بيجمعوا الكراتين بيعلمهم ان انت ايدك مع ايد اللي جنبك. دي مش اول مره احنا طبعا ودينا لاخواتنا في غزه، ومش بس كده احنا برضو بنوزع في كل انحاء الجمهوريه، ما فيش اختلاف ما بين مكان ومكان، محتوى الكرتونه بتكون واحده، بتكون عبارة عن 3 كيلو رز، 2 سكر، 3 مكرونة، زيت، صلصة، ملح، فيها مكونات كتير جدا بصراحة، حاجة مشرفة جدا. احنا مبسوطين جدا بالمبادرة، احنا مبادرة حياة كريمة ليها اكتر من حاجة، احنا مبادرة ابدأ، المدرسة دي من مبادرة ابدأ من حياة كريمة، عشان كده احنا اخترنا المدرسة دي هنا. طبعا في تعاون كبير جدا من المكان، الاطفال اللي موجودة متعاونة جدا، المدرسين، كل حاجة بصراحة حاجة مشرفة، برغم ان احنا تعبانين وصايمين طبعا، بس احنا مش حاسين بدوت، حابين جدا الموضوع، حابين ان احنا نساعد اهالينا مش بس في غزه، احنا اللي حوالينا جيراننا حبايبنا الناس اللي احنا مش عارفينها، الناس اللي هي محتاجه فعلا المساعده. مؤسسه حياه كريمه مؤسسه كبيره جدا، وانا طبعا حاسس بالفخر تجاه اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. وطبعا حاسس بحاجه كبيره جدا، حاسس بمسؤوليه كده، مع انها حاجه بسيطه بس انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا انا بعملها، وحقيقي حقيقي انا فرحان جدا وفخور باللي انا عملته النهارده ده. صراحه انا مبسوطه جدا ان انا اتحطيت في المسؤوليه دي، لان دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، وخصوصا ان انا كمان كان نفسي اعمل حاجه لاهلنا في غزه، والحمد لله جات لي الفرصه لحد هنا الحمد لله. Oh,
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 31,819 فلسطينيا استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 79,900 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا وإصابة 142 آخرين خلال الساعات 24 ساعة الماضية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 165 للعدوان. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل في خان يونس وغرب مدينة غزة، كما شن غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، وقصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي السياق ذاته يواصل جيش الاحتلال اليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال الواقع غرب مدينة غزة وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي. يأتي هذا فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 14 من طواقمه منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه منذ بداية الحرب يواصل الاحتلال استهداف طواقمه وهم يؤدون واجبهم الإنساني. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل بدأت بتدمير مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية. هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والذي تصاعد باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح الفلسطينية وخلف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام. قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال هذه المساعدات لإنقاذ أرواح السكان وخاصة الأطفال. Heading back into Gaza now. Outrageous how many life-saving supplies are so desperately close to those who need them. Food, water, medicines, life-saving supplies, because we know just across there in the border, children have died of malnutrition. Children have died of dehydration. These are the supplies that so urgently need to get across into the civilians of Gaza. And the most efficient way, the only way we are going to save the lives of the numbers of children who are so desperately in need is by these roads. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جميع سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني. المزيد في سياق هذا التقرير. شعب يباد عن بكرة أبيه، هكذا أراد الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، وهكذا تحقق له ما أراد في قطاع غزة التي فتك بأهله الموت، إما برصاص المحتل أو قيوده على وصول الطعام والشراب لمن نجا لينهش الجوع أحشاءهم ليتساقطوا أمام مرأى ومسمع العالم. لم يتوقف رصد الجرائم اللا إنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على التقارير الأممية والحقوقية، بل صار يتحدث عنها حتى حلفائه الذين ناصروا في ظلمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني الأعزل. فها هو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن جميع سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وفي مؤتمر صحفي أكد بلينكن أنه بحسب أكثر المعايير الموثوقة فإنه للمرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله بأنه يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي كارثي لنصف سكان القطاع ومن مجاعة وشيكة. ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن الوقت يداهم، فيما حذر برنامج الأغذية العالمية من أن عدم دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة يعني أن الأطفال الفلسطينيين لن يموتوا بالعشرينيات وبالثلاثينيات بل سيموتون بالمئات والآلاف. وأكدت الوكالة الأممية أن لديها ما يكفي من الغذاء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، لكنها لا تستطيع الوصول إلى جميع المحتاجين لتجنب المجاعة دون وقف إطلاق النار ومزيد من الوصول وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني. قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تعد جريمة حرب. وذكر جيرمي لورنس المتحدث باسم المفوضية أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها إسرائيل الأعمال القتالية قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب، مشيرا إلى أن المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة يمكن ويتعين منعها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، بينهم امرأة وأسرى سابقون. وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، قلقلية، رام الله، الخليل والقدس. رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر إلى نحو 7670 فلسطينياً. رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية العنصرية. ونتحول إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدة أوركليفكا الواقعة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وهي على بعد 4 كيلومترات غرب أفديفكا. يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأعلنت فيه هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها تصدت لتسع هجمات روسية على البلدة قبل أن يعلن الجيش الروسي سيطرته عليها.
فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بلغرود الروسية إنه سيتم إجلاء نحو 9000 طفل من مدينة بلغرود ومن عدة أماكن في المنطقة الأوسع التي تحمل نفس الاسم بسبب القصف الأوكراني. وأوضح غلادكوف أنه سيتم إجلاء المجموعة الأولى المكونة من 1200 طفل في 22 من مارس الجاري، مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص في القصف الأوكراني الأخير على المنطقة خلال الساعات الماضية. تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرق للإفراج عن مزيد من المساعدات، فيما تعاني قوات كييف نقصا في الذخيرة. وقال أوستن خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، موضحا أن تلك الحزمة تم تأمينها بفضل التوفير في المشتريات الأخيرة للبنتاغون. قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وذلك لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي. وقال بوريل إنه سيقترح تحويل 10% متبقية إلى الميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن محاولات الناتو لتوسيع وجوده في القوقاز واضحة ولن تضيف أي استقرار في المنطقة. وأكد بيسكوف أنه من المستبعد أن تنجح محاولات الناتو لتوسيع نفوذه ووجوده بطريقة أو بأخرى لتعزيز الاستقرار في القوقاز، مشيرا إلى أن روسيا تراقب عن كثب تلك التحركات، كما أنها عازمة على التركيز بشكل أساسي على علاقتها الثنائية وأدوات التعاون بينها وبين دول المنطقة. يسافر الرئيس جو بايدن إلى نيفادا وأريزونا اليوم الثلاثاء للترويج لمقترحاته بشأن الإسكان الميسر التكلفة في ولايتين متأرجحتين سياسيا قد تكون حاسمة في محاولته البقاء في البيت الأبيض. وتوقف الرئيس الديمقراطي في عدد من الولايات الحاسمة منذ خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، الذي انتقد خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب وطرح أفكارا يأمل في تنفيذها إذا حصل على فترة ولاية ثانية. توقفت المواجهات عند الحدود بين أفغانستان وباكستان التي اندلعت بعد ضربات جوية شنتها إسلام أباد في شرق أفغانستان، وأوقعت قتلى بحسب ما أعلنته كابل. وشنت باكستان ضربات جوية في ولايتي باكتيكا وخوست الأفغانيتين، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى مدنيين هم نساء وأطفال بحسب ما أعلنته السلطات في أفغانستان. قالت الصين إن الولايات المتحدة لا يحق لها التدخل في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تتمسك بالتزامها بالدفاع عن الفلبين في مواجهة أي هجوم مسلح في الممر المائي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة ليست طرفا في مسألة بحر الصين الجنوبي ولا يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين بكين مانيلا. وتأتي تصريحات بلينكين في إطار جولة آسيوية قصيرة تهدف إلى تعزيز دعم واشنطن لحلفائها الإقليميين في مواجهة الصين.
أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على مناورة بالداخلة الحية لقاذفات صواريخ متعددة ذات قدرات نووية ومصممة لاستهداف عاصمة كوريا الجنوبية سول. المزيد في التقرير التالي. ما زال التوتر في شبه الجزيرة الكورية سيد الموقف مع إشراف زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة بالذخيرة الحية لقاذفات صواريخ متعددة كبيرة ذا قدرات نووية ومصممة لاستهداف عاصمة كوريا الجنوبية سيول، وتعهد بتعزيز رادع الحرب لديه في مواجهة المنافسين حسب ما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيشين الكوري الجنوبي والياباني رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي، في مزيد من حلقات سلسلة الاختبارات الصاروخية التي تثير توترات إقليمية. يقول خبراء أن صواريخ المدفعية كبيرة الحجم التي تطلقها كوريا الشمالية تطمس الحدود بين أنظمة المدفعية والصواريخ البالستية، لأنها قادرة على خلق قوة دفع خاصة بها ويمكن توجيهها أثناء الإطلاق. وصف كوريا الشمالية بعض هذه الأنظمة ومن بينها قذيفات الصواريخ المتعددة من عيار 600 مليمتر والتي اختبرتها يوم الاثنين بأنها قادرة على إيصال رؤوس حربية نووية تكتيكية. وقال كيم إنها أجزاء رئيسية من ترسانته المتنامية من الأسلحة التي يفترض أنها قادرة على تدمير العاصمة الكورية الجنوبية إذا اندلعت حرب أخرى بشبه الجزيرة الكورية. وتخلى بيونغ يانغ عن سياسة استمرت لعقود مع كوريا الجنوبية وألغت اتفاقا عسكريا وأعلنت الجنوب دولة معادية. وعند سؤاله عن تهديدات قاذفات الصواريخ المتعددة الكورية الشمالية في مؤتمر صحفي، قال وزير دفاع كوريا الجنوبية تشين وون تشيك إنه إذا أطلق بيونغ يانغ عددا كبيرا من الصواريخ التقليدية ضد الجنوب فإن ذلك سيشكل حربا وسيؤدي إلى رد عسكري قوي. ومن أخبار الاقتصاد، تعتزم الولايات المتحدة إعادة ملء احتياطاتها النفطية الاستراتيجية بحلول نهاية عام 2024 بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية خلال العام الماضي. هذا وسجلت صادرات النفط الخام الأمريكية مستوى قياسيا في عام 2023 بزيادة بلغت 13% عن المستوى القياسي السابق المسجل في 2022. هذا وتصدرت أوروبا المستوردين خاصة هولندا، فيما استقبلت الصين ثاني أكبر كمية من النفط الأمريكي أي أكثر من ضعف حجم العام السابق. قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا أي من الخطوات المستقبلية المتعلقة بسعر الفائدة وأن المصرف بحاجة للحصول على مزيد من المعلومات. وأوضح أن تطور الأجور يعد عاملا هاما حيث تنتهي غالبية مفاوضات الأجور خلال الأشهر الأولى من العام، لذا فسوف يحصل البنك المركزي على مزيد من المعلومات بحلول يونيو، مؤكدا أن قرارات المركزي تعتمد على البيانات وليس التوقيت. كما أشار إلى أنه يمكن ملاحظة وجود دورة انكماش واضحة للأسعار بالنظر لبيانات التضخم الأخيرة، وأن الخطر الأكبر هو تزامن النمو القوي في الأجور الذي يبلغ قرابة 5% حالياً مع انخفاض كبير في الإنتاجية. أعلنت الهيئة المالية في كوريا الجنوبية عن خطة لتقديم 315 مليار دولار في شكل قروض بحلول عام 2030 للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لغاز الكربون. وذكرت المالية الكورية في بيانها أنها ستقوم بإنشاء صندوق للمساعدة في تمويل بناء مصادر جديدة للطاقة الخضراء. كانت سول قد تعهدت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 37% عن مستويات العمل المعتادة. رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 17 عاما بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين في تحول ينهي عصر الفائدة السالبة بعيدا عن التركيز على انعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة
استمرت لعقود. للمرة الأولى منذ 17 عاماً قرر بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة القياسي منهياً سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد. ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسات النقدية مفرطة التساهل. كان بنك اليابان يتبع نظام الحذر بشأن تطبيع السياسة النقدية أو إنهاء سعر الفائدة السلبية على الاقتراض بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم إلى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة. تحول سياسة اليابان جاءت نتيجة إعلان الشركات المحلية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة من المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام، إذ قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2%، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور. تجنب اقتصاد اليابان الوقوع في فخ الركود بنهاية العام الماضي كان له أكبر الأثر حول تحسين رؤية البنك المركزي للبلاد أثناء دراسته توقيت رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بفضل الإنفاق القوي للشركات الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي. ورياضيا، واصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 13 بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 7 حتى 23 من مارس الحالي تفوقها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب متنوعة 91 ميدالية ذهبية و35 فضية و30 برونزية ببعثة تضم 390 فردا بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة. وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة عاصمة مصر والتي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. هذا ووصل الثلاثي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجي ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر والمقام بالقاهرة استعدادا للبطولة. هذا وستقام مواجهة مصر أمام نيوزيلندا باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، وتعتبر تلك المباراة هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ أن تم افتتاحه. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18 حتى 26 من مارس الجاري. هذا وأضاف فيفا في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 التي تتصدرها بطولة عاصمة مصر ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة. وقال فيفا إنه تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل 4 منتخبات إضافية هي كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا للمنافسة في القاهرة في الفترة من 22 حتى 26 من مارس.
حرصت الشركة المتحدة للرياضة على الانتهاء من تصميم الحافلات الخاصة لكل منتخب مشارك في بطولة كأس عاصمة مصر، وانتهت المتحدة للرياضة من كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 26 من مارس ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لروسيا، ويشيد بالعلاقات التاريخية بين الدولتين. مدبولي يؤكد أن حزمة البنك الدولي التمويلية لمصر تدعم مواصلة جهود تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. الصحة الفلسطينية تعلن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر في غزة خلال 24 ساعة الماضية. أخيراً مشاهدين، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً لكم على طيب المتابعة. قدم لحضراتكم هذه النشرة الزميلة ميرفت المليجي، وهذه تحياتي لكم نسرين فؤاد. إلى اللقاء.